احتفلت كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم بعيد القديسة الأم تيريزا. وخلال القداس الإلهي الذي ترأسه بهذه المناسبة الأب أنطونيوس حبيب نائب كاهن الرعية بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات، أكد الأب حبيب أن القديسة تيريزا كرست حياتها لخدمة عامة الناس من فقراء ومرضى. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. أقيم قداس احتفالي في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم بمناسبة عيد القديسة تيريزا دي كالكوتا، حيث ترأس الأب أنطونيوس حبيب نائب كاهن الرعية القداسة بمعاونة الأباء الأجلاء وكهنة المعهد الإكليريكي وبحضور راهبات الأم تيريزا وحشد كبير من الراهبات من مختلف الأديرة والأخويات وطلاب المعهد الإكليريكي والمؤمنين. وأشار الأب أنطونيوس في وعظته بأن القديسة تيريزا كرست حياتها لخدمة الآخرين والفقراء وعاشت السلام الداخلي، فحيث أوصت بالسلام الذي يأتي من خلال الابتسامة، وبإمكان الجميع أن يحدون حذوها في الأعمال والمساعدة تجاه الآخرين. أنا من خلال خدمتي مع رهبات الأم تيريزا وبالذات اليوم القداس الاحتفالي بعد 25 سنة من انتقالها لوجودها في بيت الآب، احتفلنا بهذا القداس وكان هو هذا بركة ونعمة كبيرة لحياتنا. رهبات الأم تيريزا من خلال خدمتي معهم بعرف قديش علمونا الاتكال على الرب وأنه نضع الرب الأول في حياتنا وأنه ما نخاف من بكرة، نعيش يومنا بفرح وبابتسامة. Thank you so much to Abuna Antonio and all the governor, those who celebrate, celebrated the mass today's Ektifal, very beautifully gone, and for the choir members and all those who participated in Norsath and all the people, those who were present here. And especially I like to say one big thank you to Merlin Bandak and family for all their service to us. Thank you so much and all the poor people. هي القديسة التي تلقت 120 جائزة مرموقة أشهرها جائزة نوبل للسلام. وفي نهاية القداس قدمت كلمة شكر من السيدة مارلين البندك للكنيسة وراهبات الأم تيريزا اللواتي يخدمن الآخرين بكل حب وتضحية ويصلين في البيوت. وفي لقاء متلفز مع قدسه قدم الأب أنطونيوس حبيب شكره للفضائية نورسات على اهتمامها بنقل الصلوات والقدديس للعالم في كنائس الأرض المقدسة. النهاردة احتفلنا في قداس الأحد مع رهبات الأم تيريزا دي كالكوتا مرسلات المحبة باليوبيل 25 لانتقال القديسة تيريزا دي كالكوتا إلى بيت الآب الأبدي. رهبات الأم تيريزا غنين عن التعريف بمحبتهم وخدمتهم وسط هذا المجتمع وبصفة خاصة هنا في بيت لحم، اهتمامهم بالفقراء بل بأفقر الفقراء كمان. وما ننساش أن الأم تيريزا اللي حصلت على جائزة نوبل للسلام هي كمان من أعظم القديسات اللي بتعلمنا المحبة والرحمة والبساطة، اللي بتعتمد وبتنبع دايما من سر القربان المقدس من خلال سجودهم وقداسهم اليوم اللي بيحتفلوا بيه قبل ما بيقوموا بأي رسالة. فاحنا كرعية في كنيسة القديسة كاترين في بيت لحم بنهنئ رهبات الأم تيريزا بهذا العيد ونشاركهم صلاتنا، نصلي من أجل أن يبارك الرب في خدمتهم ونصلي أيضا من أجل دعوات مقدسة لرهبانيتهم، والرب يبارككم جميعا وكل عام وأنتم بخير. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.